اهلا بكم مشاهدينا الكرام، حلقه جديده في برنامجكم اليومي مؤشر المين، نتعرف سويا بالارقام والتحليل على اداء مؤشرات سوق المال والتي تباينت اليوم وارتفعت بفعل بعض الامور وبعض القوانين وبعض الاخبار الايجابيه. سنتابعها سويا مع ضيفنا الكريم، ولكن صعد مؤشر البورصه الرئيسي اي جي اكس 30 بنسبه 64% لينهي التعاملات عند مستوى 15922 نقطه، كما ارتفع مؤشر اي جي اكس 70 للاسهم الصغيره والمتوسطه بنسبه 35% ليصل الى 753 نقطه، وزاد مؤشر اي جي اكس 100 الاوسع نقطه بنسبه 42% ليغلق عند مستوى 1950 نقطه. الارتفاعات شملت مؤشر اي جي اكس 20 محدد الاوزان النسبيه بنسبه 1.7% لينهي التعاملات عند مستوى 15650 نقطه. نتحول لقطاعات السوق، حيث كان قطاع الاتصالات هو الأنشط لليوم الثاني على التوالي وتصدر القائمة بنسبة 36.6%، تلاه قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك بنسبة 29.9%، وجاء قطاع العقارات ثالثا بنسبة 13.2%، بينما جاء رابعا قطاع الخدمات والمنتجات والصناعات والسيارات بنسبة 7.7%. بالنسبة لفئات المتعاملين داخل السوق، فقد اتجه المستثمرون المصريون نحو الشراء واستحوذوا على نسبة 67.1%، بينما اتجه المستثمرون الأجانب نحو البيع واستحوذوا على نسبة 28.9%، اتجه المستثمرون العرب نحو البيع واستحوذوا على نسبة 4.1%، واتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع واستحوذوا على نسبة 25.9%، في حين مالت المؤسسات نحو الشراء وحصلت على نسبة 74% من إجمالي التعاملات. عن الأسهم الأكثر ارتفاعا في السوق، فقد تصدرها سهم بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 6.5%، ثم سهم أجواء للصناعات الغذائية مصر بنسبة 5.8%، تلاه سهم كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بنسبة 5.5%، وحل رابعا سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة بنسبة 4.9%. أما الأسهم الأكثر انخفاضا فتصدرها سهم الاكتتاب حق الاكتتاب جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بنسبة 28.1%، ثم سهم السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بنسبة 9.7%، تلاه سهم رواد السياحة بنسبة 6.2%، وحل رابعا سهم المصرية للدواجن بنسبة 3.6%. هذا وقد ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة في البورصة اليوم ما يقارب 3.7 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 878.9 مليار جنيه بعد تعاملات كلية بقرابة 1.6 مليار جنيه. مشاهدينا الكرام، ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور وائل النحاس خبير الأسواق خبير أسواق المال والمستشار الاقتصادي. دكتور وائل، أهلا بك ضيفا كريما دائما على شاشة ميل أخبار. خلينا كده نتعرف سويا على هذا التقرير الذي يرصد لأداء سوق المال اليوم، ثم نعود مشاهدينا الكرام ونبدأ هذا النقاش بعد الفاصل. اللون الأخضر ميز مؤشرات البورصة المصرية في دلالة على تسجيل أغلب أسهمها ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات الثلاثاء. البورصة لاقت دعما من عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية فضلا عن الأفراد الأجانب والعرب، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3.7 مليار جنيه ليصل إلى 878.876 مليون جنيه بعد إجمالي تداولات بقرابة 1.637 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل للملكية. مؤشر البورصة الرئيسي إيجيك 30 ارتفع بنسبة 64%، وصعد مؤشر إيجيك 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 35%، وشملت موجة الصعود مؤشر إيجيك 100 الأوسع نطاقا بنسبة 42%.
محللون ماليون رأوا أن مؤشرات السوق واصلت الصعود مدعومة بعملية شراء على الأسهم الكبرى والقيادية من قبل المستثمرين الأجانب والمصريين، ليتجاوز المؤشر الرئيسي مستوى 16,000 نقطة قبل أن يواجه بعملية بيع لجني الأرباح في نهاية التعاملات. وأوضح المحللون أن البورصة المصرية لا تزال تترقب أي أنباء إيجابية على صعيد بيانات الاستثمار المباشر أو الأحداث الجوهرية للشركات، فضلا عن بداية طروحات الشركات الحكومية. وأكد المحللون أن مؤشرات السوق تتحرك في اتجاه صاعد على المدى طويل الأجل، بينما تبقى الرؤية غير واضحة على المدائن القصير ومتوسط الأجل نظرا لاستمرار التأثر بأوضاع الأسواق الناشئة. اهلا بكم مشاهدينا الكرام مره اخرى، ارحب بضيف الكريم الدكتور وائل النحاس المستشار الاقتصادي وخبير اسواق المال. دكتور وائل، كنا نتحدث في هذا التقرير عن ارتفاعات مؤشرات البورصه المصريه بشكل جماعي لدى اغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء مدعومه ببعض العمليات الاخرى، ومؤشر الثلاثيني ارتفع بنسبه 64%. كيف تفسر هذا المؤشر وما هي انعكاسات سوق المال اليوم وكيف نحللها؟ احنا بنقول بالفعل ان الارتداد القويه جدا اللي حصلت للمؤشر الرئيسي اي جي اكس 30 من منطقه 14,800 دي كانت بتدي نوع من انواع بالفعل ان هناك منطقه دعم رئيسيه ممكن ان احنا نبتدي ننطلق من عندها، وبالاخص ان حصل خديعه في المنطقه دي اللي هي بعد قصرنا منطقه 15,090، ان حصل كتير جدا دخل عمله اللي هو الستوب لوس بتاعهم عشان اذا كان في مارج او اذا كان في كريدت او ما شابه ذلك، فده عمل نوع من انواع البانيك العنيف والسريع جدا. فهنا بنقدر نقول عليها الناس اللي كانت خارجه بدري عند 15 ونص 15600 ابتدى يعمل البوزيشن بتاعه تاني من اول وجديد، وابتدى يكون النهارده محفظه من اول وجديد، وابتدى يعمل عمليه النهارده تبادله توافق لقلب البوزيشن بتاعه. ده بالفعل ادى لعمليه استقرار نسبي قليل جدا حتى الساعه الاخيره تقريبا من جلسه امبارح، بعد ما المؤشر ابتدى يطلع تقريبا ارتفاع عنيف جدا ووصل حتى منطقه فوق ال 15800، كان في كسره امبارح جلسه امبارح تحت 15800، وده كان ادى شكل انطباع ان احنا على المدى القصير هنرجع تاني نكمل الهبوط. ولكن بالفعل الساعه الاخيره انتشرت تقريبا كل القوى البيعيه وكل عمليه جني الارباح وزيرو والتقفيل وما شابه ذلك، وقدر ان هو يستقر مره اخرى فوق ال 15800، فبالتالي ده ادى نوع من انواع الاستقرار او نوع من انواع تهيئه الحاله المزاجيه بالنسبه للمستثمر ان احنا من الممكن ان احنا نشوف الافضل فيما بعد. فكل التقارير بعد كده ابتدت تقول بدل ما كان بيع او عمليه جني ارباح او تخفيض المراكز، كله ابتدى يقول لك احتفاظ. عمليه الاحتفاظ دي مع وجود احجام تداول ادت بالفعل لنوع من انواع استقرار السوق النسبي داخل الساعات الاخيره من جلسه النهارده، او حتى بالنسبه للساعه بتاعت امبارح اللي هي الاخيره اللي هي قلبت الموازين بتاعت القوى كلها بالنسبه للمؤشر على المدى القصير. بنتكلم النهارده هل بالفعل المؤشر المصري هيقدر يكمل في الاستقرار بتاعه في عمليه الصمود والارتفاع المؤشر ال 30 احنا ده اللي احنا بنشتغل عليه. بنتكلم على 30 بالظبط. كنت هسال حضرتك عن نقاط المقاومه ونقاط الدعم اللي كانت فيه. انا عندي برضو ما زلنا حتى الان بنقول ان في نقطه مهمه جدا، 16,050، ودي لابد من احترامها بالفعل. 16,050 ودي منطقه قريبه، يعني احنا النهارده بنتكلم احنا عند 900 بنتكلم عند ال 50، دي منطقه قريبه جدا تمام. اتوقع النهارده ان التحرك هيبقى ضعيف جدا ومش بالقوه او السرعه اللي ارتدنا فيها من 14,800 حتى المنطقه اللي احنا فيها دلوقتي. اعتقد هيبقى في بطء في الحركه في الارتفاع، ده بيدي نوع من انواع الطمانينه ايضا في حاله اختراقنا ان شاء الله منطقه 16,050 بقوه بحجم تداول قويه جدا. اعتقد ان احنا ممكن نكمل 16,200 ثم منطقه 16,570. طيب خلينا اتفضل. المربع ده كله هام جدا ومحوري ولازم ناخد بالنا منه، مش عايزين نتفائل وسقف طموحاتنا يبتدي يرتفع عالي جدا لان السوق عاليين على أيوة. يعني التوقع نخلي بالنا بالزبط. من حاجه مهمه، في ناس بتسحب كاش، في ناس النهارده بتتخرج من السوق، فبالتالي الدوره الارتفاعيه دي كان سببها الرئيسي حاجه واحده بس، احجام او حجم تداول انخفض جدا، فالبياع مش هيقدر يكمل بيع والا كان هيحصل بانيك عنيف جدا في السوق. فالبياع بيحاول يحافظ على مناطق سعريه، ما زلنا حتى الان بنقول ان السندات او الاجانب خرجوا ب 3.7، وصلوا دلوقتي ل 5 مليار من السندات واذونات الخزانه، ومقابلهم الناحيه الثانيه بيع وتخفيض مراكز في كل شيء، واخد بالك له علاقه بالاستثمارات الغير مباشره، مع المؤسسات المصريه ايضا بتتخرج في جزء كبير طيب جدا. ده يودينا لراي حضرتك في اداء المؤسسات والافراد النهارده كان في اتجاه بيعي من قبل الأجانب.
الاجانب وكان في اتجاه شرائي من قبل المستثمرين المصريين. ازاي نقدر نقيم ده وتعليق حضرتك على استمرار كل طرف من الاطراف الثلاثه دول في سواء بالبيع او بالشراء او بالاحتفاظ بالاسهم لدي؟ سؤال حضرتك هايل جدا وجميل جدا ويهم حضرتك. المستثمر الصغير قبل المستثمر الكبير. احنا ما زلنا حتى الان الطموحات بالنسبه للمستثمرين المصريين ان هم يعوضوا الخسائر بتاعه 2008 حتى الان لم تحقق، نخلي بالنا من الحته دي، وكل املنا انها تتحقق. فابتدوا يجيبوا فلوس من بره ويدخلوها داخل السوق عشان يحاول يعوض الخسائر القديمه كلها. فاجئوا ان بالفعل الورق اللي هو كان بيراهن عليه مش هو اللي طلع، وورق تاني هو اللي طلع، ولما يجي يبدل البوزيشن من ورقه لورقه يبتدي الورقه اللي كان فيها تطلع والورقه اللي كان فيها تبتدي تنزل. فنوع من انواع نقدر نقول عليه سوق الحظ بالنسبه لصغار المستثمرين. فاصبح النهارده عكس السوق، السوق بيطلع هم بيبيعوا، السوق بينزل هم بيشتروا، واخد بالك؟ واصبحت العمليه نفسها ضبابيه بالنسبه لهم. الافراد دول هم التورته بتاع السوق النهارده، وهم دول اللي بيعمل عاملينها حميه السوق والتهابه في عمليه الارتفاع والهبوط. والراجل الاجنبي ده او الصندوق اللي فاهم الحاله المزاجيه للمستثمر ده امتى يدخله وامتى يبيعه في نفس اللحظه بيلعب معاه لعبه كويسه جدا. عشان كده بنيجي نقول ايه، بلاش نرفع سقف طموحاتنا قوي. السوق ما زلنا حتى الان مش هيقدر يتعمل فيه فلوس. يعني احنا لو بنتكلم ان في الماضي كنت ممكن تقدر تعمل فلوس، الفتره الجايه لا، هيبقى فيه شغل في طلوع وفي نزول، انما عشان تعمل النهارده ثروه وتعوض خسائرك القديمه دي خلصت. تمام. عشان تيجي تعمل النهارده فروق اسعار كبيره جدا وتقدر تحقق طموحاتك دي خلصت. تمام. طب ازاي المستثمر الصغير اللي هو احنا عايزين نعمل له عمليه اكتزاب مره ثانيه، لان احنا العدد المتعامل داخل سوق المال، انا عايز اعمل عمليات جذب ليه يا دكتور وائل، ايه اللي ممكن اعمله دلوقتي في الوقت الراهن وحضرتك بتقول لي انه وقت تحقيق الارباح الكبيره ما بقاش موجود دلوقتي؟ بالفعل النهارده بنتكلم على ضاله الربحيه، ومقابلها الناحيه الثانيه عاليه المخاطر. يعني احنا بنتكلم مخاطر بقت عاليه وضاله ربحيه، والمستثمر الصغير النهارده هو وقود لعمليه تخارج المؤسسات او حتى بالنسبه للمستثمرين الاجانب. نعم. الاجانب تربحوا فيما في الكفايه، ولكن عايز يحافظ على منطقه سعريه معينه عشان لو حصل بانيك للسوق اكتر من كده هيبيع بخسائر. فبيحاول ينتشرك من منطقه هبوط بعد ما بيع الافراد ويرجع تاني يحقق لهم موضوع الطموحات، يرجع يكسب تاني. فيبتدي المستثمر الصغير يبتدي يخش ويبتدي يقابله عند منطقه بيعيه جديده مثلا 16500 16700 ويقلب عليه بياع ويستناه تاني تحت. هي الحته دي اللي احنا بنتكلم عليها. السوق المصري عمل قمته خلاص، ال 18 دي كانت القمه بتاعته، مش هنقدر نعوضها تاني. اقصى طموح بالنسبه للاسواق ان نقدر نعملها 17000، وده ايه؟ ممكن يتعمل بسهمين ثلاثه وبقيه الاسهم ما تتحركش. فاحنا لازم نخلي بالنا كويس جدا. المستثمر الصغير اللي احنا بنتكلم عليه اللي احنا عايزين نحافظ عليه، نخلي بالنا من حاجه. في يعني نوع من انواع المستثمرين داخل البورصه المصريه، مستثمر خلاص اتعود على وجوده داخل البورصه، كسبان خسران هو شغال. تمام. مش فارق معاه، هو طول عمره عايز يحقق يعوض الخسائر، واللي بيكسب مره عايز يكسب مرتين وثلاثه عشان يستمر في الربحيه. تمام. فبالتالي يقول لك سعر الفايده طلع، سعر الفايده ده نزل، ولا بيأثر على البورصه المصريه في اي شيء. تمام. الكلام ده نظري في الكتب فقط لغير. طبيعه المستثمر المصري خلاص اتعور في 2008 عايز يعوض خسائر فمستمر في البورصه، جاله قرشين بيرجع يدخلهم تاني في البورصه. هو طيب. عشان يجي نبص مين اللي دخل عندنا في السنتين اللي فاتوا، برغم المؤشر طلع من منطقه مثلا 3600 حتى 18، هم طيب. مفيش اكتر من حاجه. خلينا نسال حضرتك خلال كلمه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى الصين افريقيا، الرئيس قدم المنطقه الاقتصاديه باعتبارها منطقه واعده، باعتبارها منطقه جذب استثماري ودعم لوجستي للمنطقه العربيه ككلها. كمان اتكلم الرئيس عبد الفتاح السيسي عن انه هناك من التسهيلات ما لا يمكن ان تقدمه دوله اخرى في المنطقه الاقتصاديه لمحور وتنميه قناه السويس. ازاي ده ممكن ينعكس على العمليه الاقتصاديه ككل يا دكتور وائل؟ وكمان عايز اسال حضرتك عن ان الحكومه بتسعى بشكل او باخر لجعل هذه المنطقه تغذيه لمرور السفن العملاقه المشروعات الكبيره. بص، هو كان التوسعات بتاع قناه السويس لابد منها عشان نقدر نحافظ على الاقل حتى على مستوى الدخل بتاع القناه نفسه. تمام. ولكن احنا بنتكلم في الوعود في عمليه الانشاء، قلنا والله 2022 2023 هنبتدي نحقق من 80 مليار دولار الى 100 مليار دولار. تمام. احنا انتهينا من فتره الاعداد خلاص. تمام. والمؤتمر 2022 تمام، من 2022 ل 2023 هنبتدي نحقق من 80 مليار ل 100 مليار. دي كانت تصريحات في بدايه في 2014. تمام. احنا النهارده بنتكلم في اواخر 2018. مرحله الاعداد والتجهيزات خلاص خلصت. الفترة اللي جاية مرحلة استقطاب الاستثمارات. تمام. عشان نقدر نعمل بها بالفعل العوائد المرجوة او الدخل المرجو بالنسبة لمنطقة القناة او اقليم القناة، بدل ما كانت بالظبط انت بتحصل بس. يعني هو ده وقت يعني جني الثمار؟ لا مش جني الثمار لسه، احنا بنتكلم 2022. انا بستقطب الاستثمارات اللي هتجيب لي بعد كده بقى ايه الثمار اللي احنا بنتكلم عليه. ببتدي النهاردة اعمل الخليج بتاع قناة السويس او المنطقة اللي هي الصينية دي كلها اللي هي لوجستية، دي هتخدم في المشروع اللي هو بتاع طريق الحرير، مش انا لوحدي، دي بتخدم على كذا حاجة. يعني احنا بنتكلم مصر،
مصر وجيبوتي واخبالك واثيوبيا وعندنا رواندا وعندنا كينيا وعندنا زامبيا كل تنزانيا اسف كل الدول دي داخله في طريق الحرير تمام. انما المنطقه اللي هي شرق القناه اللي احنا بنتكلم عليها اللي هو قناه السويس هي دي اللي تخص بالفعل الساحل الخاص بعمليه مرور البحري ل وده اللي اتكلم عليه وزير التجاره قال انه ان احنا اشار لتوقيع 11 اتفاقيه مع الجانب الصيني باتفاقيات مختلفه ومتنوعه وده هينعكس على الاقتصاد يمكن في وقت من الاوقات. كمان كان في تصريح للدكتور محمد معيط وزير الماليه خلال مشاركته في مؤتمر اليورو ميني النهارده قال ان المستهدف تحقيق الاقتصاد الوطني لنحو 6% من الناتج القومي المحلي. الارقام دي بتتفق معها دكتور وائل ولا يعني ممكن تبقى بعيده شويه وبعدين في فرق ما بين التعبير عن الرقم 6% ده جاي من التضخم ولا جاي من الموارد حقيقيه بالفعل. يعني مش عايزين نخش قوي في تفاصيلها لان ممكن يكون 6% على الورق واخد بالك والشعب ما يقدرش يحس بيه ولا يقدر يحس باي حاجه خالص تمام. فاحنا بنتكلم النهارده لا خلينا نتكلم على ارض الواقع بالفعل. انا عندي مشروع النهارده هبتدي اجتذب بيه الاستثمارات عشان يقدر يجيب لي العوائد المتوقعه او المرجوه بالنسبه له مع العلم ان في حاجه المفروض ان مصر تتفاوض النهارده مع الصين تتفاوض النهارده وهي يعني في منطق القوه. خلي بالك الاقتصاد الصيني مش اقتصاد واعد زي الناس ما فاكره. الاقتصاد الصيني اقتصاد بينهار من 11% الى منطقه 6.6 معدل النمو انخفض من 2008 حتى الان تمام وما زال في الانخفاض. عندك النهارده العمله بتاعتها انخفض من اول السنه لغايه دلوقتي قرابه 5%. عندنا النهارده المؤشر بتاع مدن الشرق الحرب الاقتصاديه ما بينهم وبين عنيفه جدا ولازم ناخد بالنا لازم ناخد بالنا النهارده ان انا عندي بيتعمل الولايات المتحده الامريكيه بتعمل النهارده الطريق الضدي او العكس الطريق الحرير هتبتدي تعمل من جيبوتي لعدن بعد اخلاء عدم من المشاكل اللي هي فيها وترحيل الحوثيين تبتدي تعمل كوبري النهارده ده عكس اتجاه هنا هيربط القارتين من تحت. فلازم ابقى عامل في حساباتي كمان ان امريكا بتخطط فيما بعد ان كوبري النور او طريق النور اللي هيتعمل من جيبوتي حتى عدن ده هيبقى ليه اضرار ليا. بنبتدي نتكلم على المنطقه بتاعه الخليج اللي هو الخليج العربي والرؤيه الجديده للولايات المتحده الامريكيه انها تحولها الى منطقه فدراليه عشان الربع الخالي وزور البترول فيه هو واثيوبيا. المنطقه واحنا بنتفاوض مع الصين لازم نتفاوض بقوه تمام واخد من الصين الاستثمارات. احنا بنتكلم 60 مليار ده تمويل تمام انا مش عايزهم. هو بيجي يمولك بايه بمعدات والعماله بتاعته ويعمل لك كارت انا مش عايز الكلام ده. فين ال 500 مليار الاستثمارات بتاع الشركات الصينيه واخد بالك اللي احنا بنتكلم عليها ليه بقى؟ انا بيهمني الحته دي لان هم الصين عندهم ازمه كبيره جدا في الاستثمار. عندهم تقريبا حوالي 150 اكبر شركه عملاقه ساحبين قرابه حوالي 170% من اجمالي الناتج المحلي الصيني وده رقم خطر جدا بالنسبه للصين تمام. فبالتالي الصين بتحاول انها تلعب الاستثمارات دي امريكيه؟ لا دي مش امريكيه صينيه. 500 مليار دي حجم استثمارات الشركات الصينيه. لا شركات صينيه دي شركات صينيه عملاقه طبعا فواخده سحبه النهارده وعندها ديون فوق 170% فوق الناتج المحلي الصيني يعني ده رقم خطر جدا. فالصين بتلعب النهارده مع العالم لعبه غريبه. انا هصدر لك العماله بتاعتي وهصدر لك التمويل بالايوان بتاعي وهصدر لك المنتجات بتاعتي عشان انت تعمل بيها بنيه تحتيه وبنيه فوقيه وهعتبرها عليك قروض بالدولار. شايف اللعبه بتتلعب ازاي؟ هو ما عندوش مورد للدولار ابتدى يعمل لك ايه؟ انا هديك العمال بتوعي يا سيدي وهديك المكن اللي عندي ده يا سيدي اللي انا صنعته وهديك المواد الخام اللي انا عملتها وهديك 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 وهاخد بقى منك قروض بالدولار. هنا ده طبعا ما هيضر الدول. عشان كده باكستان خرجت عندنا بعض الدول بدون ذكر اسمها ربما كانت هتعلن افلاسها وتراجعت وادت منطقه ميناء كامل بالكامل للصين لمده 99 سنه حق امتياز. فعشان كده بنتكلم ان في مخاطر بالنسبه للطريق الحرير في مخاطر ولكن على الدوله المصريه انها تقدر تبقى موقفها كويس جدا وتقدر هي اللي تحدد ايه اللي عايزاه ما يتفرضش عليها الصوره. لكن خلينا نسال حضرتك قبل تنزيل الحلقه عن توقعات حضرتك لسوق المال غدا ان شاء الله. اعتقد الحاله المزاجيه متفائله ان شاء الله ما زلنا فيها حتى الان. منطقه اختبار 16050 دي منطقه حيويه قويه جدا من الممكن انها تشهد منطقه جني ارباح فيها بحاجه قليله ثم معاد الصعود مره اخرى لمنطقه 16200. اتمنى من الجميع اتباع سياسه الحيطه والحذر مش عايزين نرفع السقف بتاعنا. اتمنى من تخفيض المراكز المراكز المكشوفه بالنسبه لي او كريدت او مرجع او ما شابه ذلك. طول ما انا بطلع فوق 6200 حتى 16200 حتى 16500 لابد من تخفيض المراكز بالفعل. شكرا جزيلا دكتور وائل نحاس المستشار الاقتصادي وخبير اسواق المال شكرا على تشريفك لنا. اشكرك وتحياتي لك. شكرا لحضراتكم مشاهدينا الكرام انتهت الحلقه من برنامجكم اليومي مؤشر النيل. اشكر لكم طيب المتابعه الى قليل.